وتمكن في المباراة هذه فتيات التضامن من الفوز بالكأس على حساب فتيات الكهرباء والغاز. كانت كومبيتيسيون باهية برشا والحمد لله دوزيام بلاس ونقاط قليلة. واحد يشد إيسي واحد يطيح فيها شوية حسابات الحمد لله صافا فما تحسن في رياضة رفع الأثقال إن شاء الله نحسن إلى أحسن. حضرنا بالكدا للمباراة تاع اليوم على خاطر احنا المنافسة نتاعنا كانت صعيبة بين جمعية الكهرباء والغاز وإن شاء الله معنا نستنيو في النتيجة وإن شاء الله ربي معنا. ما احنا ديما جمعية الكهرباء والغاز والتضامن الرياضي ديما نقعدوا للدوار النهائية فهمتني ولا لا؟ ومحضرين كما ينبغي فهمتي لا المقابلة كانت على أحسن ما يرام فهمتي لا واللي كان أجدر أربح. كمدير فني باش نحكيه معك أكثر على الأولمبياد والتحضيرات متاع الربعين متاعنا اللي ماشيين للأولمبياد. دونك بالنسبة للرياضيين اللي مش شاركوا في الألعاب الأولمبية لندن 2012 وقع الاختيار على زوز عناصر. بطبيعة الحال تم ترشح غادة حسين في وزن 69 كيلوغرام وخليل معاوية في وزن 56 كيلوغرام. زوز عناصر هذه دخلوا في تربص مغلق منذ 23 مارس بالنسبة لخليل معاوية، وبالنسبة لغادة حسين منذ أسبوعين دخلت في تربص مغلق على إثر مشاركتها في بطولة أفريقيا، وتوا إن شاء الله غدوة حي مش يسافروا لفرنسا باش يكملوا الاستعدادات بتاعهم إلى غاية الألعاب الأولمبية. يمكن نقولوا حظوظنا. والله الحظوظ مكتعرف تو هذه مباراة ألعاب أولمبية ورفع أثقال، يعني المستوى في المشاركات بتاعه مستوى عالي خاصة في الفتيات أو في الفتيان. وزن 56 كيلوغرام معروف معناتها وزن آسيوي بحت، وبالنسبة للفتيات الأرقام معناتها على وزن 69 كيلوغرام أرقام طيبة. تبقينا ماشيين إن شاء الله باش نكونوا حسب النتائج إن شاء الله بنرجع بترتيب مشرف بالنسبة للرياضي خليل معاوية باعتباره يمكن يكون من بين العشر الرياضيين الأوائل، كذلك غادة حسين ما زالت في في الوسطيات باش تعمل محاولات ان تقرب للترتيب العاشر. بالتوفيق لكل الرياضيين التوانسه اللي ماشيين الاولمبياد لندن 2012 وان شاء الله يشرفونا ويرفعوا رايه وطننا عاليا. اخر تقرير في بلاتو سبوركو في برنامج سبوركو لهذا الموسم الرياضي 2011-2012 نوفيوه بالبيتونغ الكره الحديديه وما ادراك ما الكره الحديديه وعديده هي التتويجات العالميه للمنتخبات الوطنيه التونسيه. شاهدوا هالتقرير ثم نرجعوا البلاتو. البيتونغ التونسي من أكثر الرياضات التونسية تتويجا على المستوى العالمي بالإمكانيات المتواضعة وقلة الموارد، عملوا من الضعف قوة وأصبحت الكرة الحديدية التونسية من أفضل المدارس العالمية. بارك الله فيك على السؤال هذا اللي يستحق كل اهتمام خاصة من قبل قناة حنبع اللي عودتنا بجرأتها وبأسبقيتها معنا على بقية القنوات التلفزية الأخرى في اهتمامها بالرياضات الفردية. فعلا معنا كما تعرفوا السنة الماضية كانت زاد تتويج زاد الفريق الأواسط التونسي معنا في تركيا اللي أخذها الميدالية البرونزية، وأغلبية الجمعيات الآن بصدد معنا تشبيه بالفرق نتاعها معنا من خلال معنا استقطاب العديد من الطاقات معنا من سن الطفولة إلى سن الشباب حتى نستطيع أنه يكون عندنا فرق معنا تنافسية معنا على الألقاب العالمية. عديدة هي النوادي اللي تنشط في البطولة الوطنية، والامتياز رجع في هالمرة لنادي الحديقة بباردو في لم شمل عائلة البيتونغ واستقطاب مواهب شابة عندها كل الامكانيات لرفع الراية التونسية في المستقبل. المنطقة نتاعنا هي قلعة بيتونغ، نقولوا قلعة ناس مغرومة تتنفس بيتونغ تلعب بيتونغ. ما عندكش فكرة الأولاد الصغار كي عرفوا الجمعية رجعت الجيل هذا الجديد اللي نحن عاملين عليه اللي أول جمعية في تونس عملت دخلت العنصر النسائي اللي هما بنات أول تريبلات اللي بحضور سي الأسعد اللي هو معنا سي الأسعد ضيف اللي معناه بدعمه ماديا ومعنويا معناه نقوله معنويا اللي هو معنويا أكثر من المادي.
والسؤال المطروح اليوم إذا بالإمكانيات المتواضعة وقلة ملاعب النشاط قدرنا باش نقارعوا الكبار على مستوى اللعبة في العالم، فمن بالك لو توفر الحد الأدنى للجامعة والجمعيات، فإنه أكيد باش نكون الأول بامتياز في شتى المشاركات القارية والإقليمية والعالمية. نتمنى نداء للجامعة ونداء للمندوبية وزارة الشباب اللي بعثنا لها مكتوب وباش تنجم تعاوننا والدعم النادي هذا التحفون هذا اللي خلقناه من عدم. الكرة الحديدية تستاهل كل تشجيع ويظهر لي سلطة الإشراف يلزمها تنظر أكثر للرياضات هذه اللي قادرة باش توصل بتونس إلى المراتب العليا في العالم. خبير آخر على الطير، نهار 1 جويلية مدينة بنزرت تحتضن ماراثون كبير وإن شاء الله باش يكون كبير، مشاركة مكثفة. ولمزيد التفاصيل غدوة يعني يوم الخميس أو غدوة نزيد التفاصيل ندوس فيها على غدوة على الساعة 5 بإحدى نزول في بنزرت. هكا نوفيو سبيعة سبور ونوفيو التقارير سبور كو ونوفيو التقارير لك قبل من نوفيو التقارير نعطيكم نتائج الجولة 9 لبطولة تونس المحترفة النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. هدف مقابل هدف، مستقبل مرسى هدف مقابل صفر أمام الترجي الجرجيسي. النجم الخليدي 1 نادي حمام الأنف 1 نادي بنزرت ينتصر على مستقبل جيبس. هدفين مقابل هدف الأولمبي البيجي ينهزم. هدفين مقابل هدف مقابل هدفين امام نادي الرياضي الصفاقسي. والنجم الساحلي ينهزم امام الترجي هدفين مقابل صفر. شبيبة القيروان تتصر هدف مقابل صفر على امال حمام سوسه. وقوافل القفصة 1 والملعب التونسي 1. الرابطة الثانية والجولة 13 اياب جرومبيلي الرياضية هدفين مستقبل قسرين 1. جندوبة الرياضية 1 جمعية جربة 1. القلعة الرياضية 2 1. الملعب النابلي هلال مساكن هدفين 0. النادي القربي النادي الهلالي هدف والاهلي الماطري هدف. الملعب الجيبسي واولمبيك كيف 2-2. جريدة توزر 0 هدف مقابل 0 هدف لسبورتينغ المقلين. واتحاد نجردين هدفين هدف الأولمبي للنقل. هكا وفينا برنامج سبوركو في موسم 2011-2012. إن شاء الله كنا وفقنا في تقديم هذه المادة الرياضية، إن شاء الله كنا عطينا حق كل الفرق المتوجة وغير الفرق المتوجة. إن شاء الله الموسم القادم يكون المنتوج الرياضي في سبوركو في شتى الرياضات أو شتى البرامج الرياضية التي حنا بعد يكون أفضل. تحية كبرى لكل زملاء يا الصحفيين اللي سهروا الليلي باش يقدموا لكم هالبرودوي هذه. تحيه كبرى لكل الفنيين والتقنيين لكاميرامين في التركيب في الصوت في الاضاءه لشوفور كونفور بلاتو ضحى العكيري في الـ في الـ في, الـ في المكياج اللي هي معاونتي في التلبيس. كل 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 يعني اللي سهروا على يعني تقديم هالبرنامج هذه. بالطبيعه سي صالح القدري معد البرنامج بتاع سبوركو. تصبحون على خير غدوه سويعه فوت نهار 3 بالمكشوف. إلى اللقاء.